طيب لحد اخر ما احنا جينا خدنا في المحاضره اللي فاتت اللي هي البرجوله، وكانت فيها حاجه اللي هي ما اديتهالكوش، وقلت لكم دايما بالعاميه كده الكوش هو الفايل، كانت اللي هي عباره عن الكون، وكان في حاجه او في امر يا جماعه عندي اسمه لاتس. ايه اللي هو ايه لاتس ده؟ لاتس ده انا لسه هشرحه، اللي هي عباره عن امر بيروح يشيل الكتله وما بيسيبليش الا السيجمنت فقط بالمنظر ده. ما خدناش فيه اي تعديلات ولا اي حاجه خالص، بس بالتبعيه كنت انت بتروح تعمل الكون ده وتيجي تخليه 8 اضلاع زي القاعده، ما انا كده كده مديكوا اصل الفايل، فانت كده كده هتشوف جواه. طيب هو كده ناقصه حاجه؟ اه ناقصه عدد الاضلاع اللي موجوده. طب دي عباره عن ايه؟ مش احنا اتفقنا ان انت عندك امر سيجمنتس. لاتس يشيل لك الكتله ويسيب لك السيجمنت، حاجه زوده هنا كده السيجمنت. دي كانت اخر جزئيه اللي موجوده في امر لاتس. تاني امر لاتس، لو انت عندك بوكس صريح مجرد بوكس كده اهو، وجيت انا عندي هنا من موديفاي وجيت اديته هنا ال وانتر، ايه النتيجه المرئيه بعينيكم؟ هو بقى كأنه لاينز فريم بس. مثلا. اه هو شال الكتله، شال الكتله تمام. كلها وساب لي السيجمنتس اللي هي المكونه للشكل. طب الكتله اللي موجوده دي هو ساب لي السيجمنتس. لما تيجي على امر لاتس هتلاقي ان امر لاتس بيتكون من حاجتين، الجوينتس اللي هي دي والستراتس اللي هي السيجمنتس او الاثنين، ومديك البارامترز بتاع كل واحده، اقدر اروح ازود ونقص فيها زي ما انا عايز على حسب المطلوب مني كده. مثلا هي كده، دي كده تمشي، تمشي ترابيزه مثلا. ممكن لا تمشي ترابيزه. اه طب الجوينتس بتاعتها ينفع اروح العب في ريديوس؟ اه سيجمنتس يمكن عايز اغيرها، تنفع كده اكيد ترابيزه حط عليها لوح ازاز من فوق. طب ارجع للبوكس وازود هنا سيجمنتس، هتشايف حد معايا ولا مع حضرتك؟ تمام مع حضرتك. طيب يبقى كده انت عندك امر سيجمنتس، الخلاصه بتاعته ان هو بيشيل لي الكتله وما بيسيبش الا الايه العظم بتاعه بالعاميه كده، اول سيجمنتس بالنسبه للشغل كده. في مشكله في امر سيجمنتس؟ امر لاتس لا تمام. امر السيجمنتس الموجود جوه لاتس اللي هو المكون تمام. الاساسي لامر لاتس مفيش مشكله. طيب تاخدوا زيتونه ولا تاخدوا امتحان نبتدي بيها؟ لا زيتونه كفايه. ما لحقناش نمتحن ليه؟ لحقنا طبعا. طب هقول لكم وانتوا تقولوا ينفع لحقنا اه ولا لا. انا عايز اروح اعمل شباك سلسله. ايه ده؟ شباك ايه؟ شباك سلسله. يعني ايه شباك سلسله؟ يعني اربع قوايم، اربع قوايم عاديه وفي بلس في النص. شباك اسمه شباك سلسله. ماشي سهله. آه قول. سهله يعني. قول. هعمل بوكس. ايوه. واسود السيجمنت في الويدث واحدة زيادة، يعني هيبقوا بدل اثنين هيبقوا ثلاثة. لا ما البوكس هيطول شوية كده هندسة يعني عشان شدة شباك. لا هو أنا مش فاهم. هنعمل بوكس عادي؟ بوكس عادي أهو. على فكرة أنا عارف إن أنت فاهم، بس واضح إن هم ساكتين فمش فاهمين أو لسه ما أنا مش فاهم السؤال لسه شوية. طيب أنا عايز أروح أعمل شباك سلسلة، يعني هو عبارة عن أربع قوائم زيادة كده، خدت بالك؟ وفي بلس في النص، بلس في النص اللي هي عباره عن قايم كده عامل كده شباك. انت بص في الفرونت اهو، اربع ظرف شباك، اربع ظرف. مش عايز اقول أو مش عايز اقول اربع ظرف لان هنا بتبقى فيه ازاز. ما هو يعني ما استفدتش بيه. تمام. انت الوحيد كارلوس اللي جمعها صح ولا احمد؟ انا محمود. محمود، محمود بس اللي جمعها. انا فاهم ان انت جمعتها بس انا بحاول ان انا اطلع منهم الكلمه، يعني لو في حد ما لقطهاش يقول. يعني هنجيب البوكس هنعمله لاتس، بعد كده اللاتس هنزود السيجمنتس بتاعته. جدع، بس انت ما ينفعش تروح تجيب بلين اسهل من بوكس هو فيه لينث ويتس بس، وتيجي انت عندك من موديفاي وتيجي تقول له هنا ال وانتر وتشيل الجوينتس كده والسيجمنتس بتاعتها تظبطها على حسب العدد المطلوب، مش كده اسهل؟ اسهل. تمام. واجي ازود له هنا الريديوس بتاعه لو انا عايز اتخخه شويه، وازود السايز لو انا عايز اخلي القوايم بشكل معين. بس مش هي دي الزتونه بقى. الزتونه لو انا عايز اروح اعمله ازاز، مش بتكلم على الماتيريال، انا بتكلم على الاوبجكت اللي انا هحطه عشان يبقى ازاز، اعمل ايه؟ كنت حضرتك كنت قايل ان احنا ممكن بدل ما نعمل لاتس على طول ممكن نعمل كلون ليه؟ اه كلون. رايت كليك كلون كوبي. طب ما انت كده عملت نسخه ثانيه من نفس اصل الشباك. هتيجي هنا اهو تشيل امر لاتس عشان يفضل البلين بس وتغير اللون، مش كده اسهل؟ تمام.
عرفتوا بقى ان الزيتونه سهله. بس هو اللي انا عايز اتاكد منه بس مجموعه البنات كلها بلا استثناء ساكته، فهل الكلام ده مفهوم ولا هل الكلام ده ممكن حته كلون تاني؟ هقول لك كلون دي يعني بتروح تعمل كوبي من نفس الاوبجكت بس في نفس مكان ولغايه امر لاتس من هنا. انت عارفه انا عملت ليه الكلام ده؟ عشان تديني ايفكت الجلاس. طب انت لو ما عندكيش كلون كنت هتعملي ايه؟ مش انت كنت هتروح تجيبي البلين ده وتروح تيجي بالسناب وتروح انت رسمه؟ بالظبط. طب اني اسهل بدل ما اوجع قلبي موضوع السناب رايت كليك كلون كوبي مش لا مش انستنس كوبي ثم اجي هنا من موديفاي واجي اروح جاي لاغي املت. وصلت؟ وصلت تمام. طيب تمام شكرا. عايزكم تجربوها لي على السريع بس تبعتها لي على الواتساب. هي مش مستاهله بس معلش جربوها لي بصوابعكم. كنا واحنا بنتناقش في اول محاضره تمام، كنت انا رحت عملت لهم مجرد ان احنا بنتناقش بس ان شكل الكتل ممكن يتغير واقدر استفيد بيها ازاي. فانا رحت جبت هنا اللي هي السفير ورحت انا شايل السموز بتاعها ورحت انا رايح عاملها هيموسفير عشان يبقى مصر. كل احنا بنتكلم في الدوم بتاعت مسجد قبه الصخره اللي هي الدوم اللي هي ايه لونها ده. جيت انا هنا اهو هستخدم بقى املاتس ينفعنا انا في ايه؟ هاجي هنا رايت كليك وهاجي اخد كلون كوبي ثم هاجي هنا من موديفاي وهاجي ادوس هنا املاتس. ايه النتيجه؟ هشيل الجوينتس اهي واجي اقلل الريديوس بتاعي هنا اهو اخليه مثلا هنا 0.5. ايه النتيجه اللي حصلت بالشكل ده كده بقى؟ ده اللي احنا اتكلمنا فيه حتى يمكن في اول مره او في اول محاضره وكانت بالحب ما كانتش شرح ان هم ما كانش حد منهم يعرف املاتس يعني. المقصود او الخلاصه من الجزئيه دي ما تسيبش الامر لحد ما انت ايه شفت بس، وانت بتبص على اي كتل وانت بتفكر حتى تخيل دايما انت ممكن تستغله في ايه او تستفيد منه في ايه. اتفقنا؟ تمام. طيب كان في مجموعه اوامر احنا خدناها بس بالحب اللي هي امر بند وتويست وتيبر لو حد فاكرهم اللي هم بيعملوا ايه. احنا خدناهم تحديدا كده يا جماعه بس مش شرح، خدناهم بالحب وسريعا كمان. خدناهم اللي هو امر بيتني، امر بيعصر، امر بيعمل لي تيبر او بيوسع لي مساحه سطح وضيقها. ايه اللي انت بتقوله ده؟ جيت انا جربتهم بس مجرد تجربه قدامكم لما جيت افهمكم موضوع السيجنال. يعني انت عايز ايه؟ يعني تعالى هنا هات بوكس والبوكس ده وخد بالك من المقاسات عشان انت هتعمل زيها. انا هاجي هنا اهو اقول له انا عايز بوكس طوله 10 عرضه بردك 10 ارتفاعه كمان يا محمود 100 وادي كريم. وجيت قلت لكم انا باجي هنا من موديفاي وقائمه موديفاي ليست بيكون فيها اسم الاوبجكت اللي ممكن اغيره وادي الاوبجكت نفسه وادي البارامترز بتاعته والكلام ده قديم. جيت من موديفاي ليست وجيت قلت له لو سمحت اديني امر بند فبدوس على اول حرف هنا بيجيب لي بند. هدي له هنا انجل قد ايه؟ قول مثلا يا محمود او قول يا 45 خمسة. طب انت بخيل ليه؟ طب ما نزودها شويه 135 هو يا كبير قوي صغير قوي هنقول 90 ماشي. ايه رايك كده؟ هل الاوبجكت بتاعك الثاني يا محمود؟ لا. ليه بقى؟ لا. لان الاوبجكت ده بيفتقد خاصيه المرونه. يعني ايه خاصيه المرونه يا سهى؟ يعني هو مش مرن وطيع ان هو ايه يبقى يتلف او يتعسر معايا. فانا ايه هي المرونه يا سهى؟ كنت باجي عند البوكس وازود سيجمنتس. وكان في ملحوظه مهمه دايما باكد عليها، ما حدش يزود سيجمنتس الا في مكان التعديل فقط لا غير، اللي هو فين؟ في الارتفاع اهو. وكل ما هتيجي تزودي سيجمنتس كل ما الشكل عندك هيبقى سموث مرن. اقدر ارجع للبند تاني واقدر اغير الانجل بتاعته مفيش مانع 180 درجه. في حاجه اسمها دايركشن. دايركشن ده اللي هو ايه يا شريف؟ الدايركشن ده اللي هو اتجاه. بص كده هو ثابت منين وبيتحرك منين؟ ده ثابت مطرح البيفوت ما هي موجود عندك تحت وبيتحرك من الطرف الثاني. يعني دايركشن اتجاه البند. انت عايز تروح تعمل بند في انهي اكس؟ اكس ولا واي ولا زد؟ اكيد في الزد عشان ده الارتفاع. طب في انهي حته؟ يعني ايه انهي حته؟ هو ارتفاع العمود ده قد ايه؟ 100. انت عايز تروح تعمل بند في جزئيه من ال 100. يعني انت ممكن تحدد له قيمه ومقاس الجزئيه اللي هتتني فقط. يعني مثلا انا عايز اتني من زيرو لحد هنا اهو 50 اهي. واقول له هنا ليميت افكت. هنا اللور ليميت بدايه الافكت اللي هو البند. هنا الابر ليميت اللي هي نهايه الافكت او البند. فمعنى كده ان هو راح تنى اول 50 سم فقط وساب لي بقيه العمود. حد شايف؟ تمام. دلوقتي انا هشلي فوق. بس انا عندي ما طلعش فوق، ما انت ممكن تخليها بالماينس اهي. ماشي ماشي. حلو. في عندي بس مشكله يا شريف اللي هي ايه؟
انا عايز الامر بتاع بند ده ما ينفذليش من زيرو. محمود قال لي ان هو عايزه بدءا من 25، هعمل هل اجي اكتب هنا 25 انتر؟ هو مش راضي لان الامر نفسه مش سامح لك ان انت تعدي الزيرو. افتكروا هعمل ايه؟ نعم. الله ينور عليك. مين ده قال لي هنقل بيبوت؟ رنا ليك درجتين يا رنا. طيب ليه درجتين؟ لان هي افتكرت حاجه من اللي هي موضوع البيبوت اللي احنا خدناه المره اللي فاتت. احنا اتفقنا من شويه ان هو ثابت مطرح ما هي موجود البيبوت. طب خلاص انت الامر معصلك معايا ومش عايز تزود عن الزيرو، الزيرو اللي هو ايه البيبوت. طب انا هغير لك مكان البيبوت. لازم الغي امر بند. واجي للامر اللي احنا خدناه سهل المره اللي فاتت اللي هو هيراركي افكت بيبوت. واجي هنا اهو كده رايت كليك واقول له ارفعها للبيفوت بتاعك عند 25 سم. شكرا. رفع البيفوت. واقف البيفوت مكانه. هاجي عند موديفاي وهاجي اقول له هنا لو سمحت يا رنا اعمل لي بند. ماشي. كام درجه؟ هقول له 90 زي ما محمود كان عايز. طب من كام لكام؟ من 25 من 0 ل 50 برضه. من 0 هي هي. الله. طب ما انت عملت ايه؟ انت نقلت مكان الزيرو، انت موتت له الحته اللي تحت دي. انتوا معايا؟ الامر نفسه مش سامح لك باكتر من زيرو. طب انا غيرت مكان الزيرو. وصل؟ وصلت؟ تمام. هو احنا لو عملناها 25 ايه اللي يحصل؟ مش هيرضى، مش هيطلع ال 25 اهي. ما بيرضاش. كويس. عشان كده يعني هو كده كده اللور ليميت هيفضل زيرو طول الوقت؟ بالظبط اه. عشان كده بقى انت رحت 20 غيرت له مكان الزيرو. تمام. وصلت؟ طب سؤال يا هندسه معلش. سؤال لا قبل اسجل على الكتلة. ايوه لو انا عايز اعمل تعديل تاني على الكتلة وهي كده وعايز ابدا من البوينت زيرو القديمة. لا خلاص بقى لو انت عملت هنا اهو كده بند تاني هو هيرضى ببند تاني وكل حاجة بس البند التاني هينفذه على البند الاولاني. شايف؟ بص اصل الكتلة هيتعمل فيها ايه؟ اي بند او اي امر تاني يعني. اه بالظبط. تمام. طيب حد يعرف يجربها؟ هو يعني ليا سؤال ليك من المره اللي من الكورس الاولاني. ما هو مش عارفه انا بسبق ولا لا بس ليه دايما صحابي وزمايلي يقولوا لي امر البند دوت اهم حاجه في الماكس؟ يعني ممكن ما تعمليش ثلاث ارباع الاوامر بس هو ده مهم. لا لا بص هو ما فيش امر في 3 دي ماكس مهم عن الثاني لان اللي بيحدد احتياج درجه الاهميه هو الشغل المطلوب منه. عشان تروح تلاقي امر معين هو ده اللي هيفيدك. فما تصدقيش ان في حاجه مهمه عن الثانيه، هو مهم بالنسبه للي استخدمه عشان خدمه في الوظيفه اللي هو عايزها لا اكثر. طيب هو انا ابقى بتقل عليك لو انا بقول لك لما احنا بناخد الاوامر يبقى زي بالنسبه لنا شورت كات هو ده اهميته في ايه؟ هقول لك الشورت كات زي ما انت قلت مثلا المرونه ان احنا نتني حاجات نشكل يعني عارف دي بتسهل علينا لان انت حضرتك عارف طبعا ان الاوامر كتيره جدا 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 وفي الاخر بتيجي تقف هو انا هستعمل ده في ايه وده في ايه وده في ايه. تمام. فلما تبقى محدد لنا حاجه يعني بتدينا زي لاين كده برضو ان دوت يبقى هو ده اللي بنفكر فيه على طول. بص اولا اجاوب هو انت مش بتقلي ولا حاجه ولا عمرك هتقلي يعني كل اسئلتك فوق دماغي. بص حته الشورت كات لو انت قصدك ان انت تقربي من الاوتوكاد هو مش زي الاوتوكاد خالص. لا مش قصدي كده قصدي ككلمه مش شو انا هجاوب دليل يعني كجايد لنا. طب بص انا هجاوبك عشان انا كنت بعمل زيتونه كده في الخباثه من غير ما هم يشوفوها عشان هدبسهم ان هم يعملوها. بص الشورت كاتس اللي هي اللي موجوده تمام كل امر من ضمن الاوامر دي البرنامج الستاندرد بتاعه نازل ليه شورت كات. طب انا معلش الامر اللي انا جايبه مش مالوش شورت كات وعايز اعمله فحضرتك هنا رايت كليك هتلاقي من كاستمايز هتلاقي في عندك حاجه اسمها كيبورد. عارف؟ طب انت امر ايه اللي انت عايزه تعمله هنا شورت كات؟ كل دي الاوامر اللي انت ممكن تروح تعملي بيها شورت كات. كل امر من دول. لا طب معلش انا عايز امر موف هدوسي ام او هيجيب لك فين امر موف فين موف اهو. ده هو فعلا من شورت كات. حضرتك هتمسكيه وهتيجي هنا وتدوسي على الكيبورد على الشورت كات اللي انت عايزاه. يعني مثلا هاي مثلا حاجه ادوس مثلا كنترول اي مثلا. هل تمام؟ بس خدي بالك ده هو اساين لمين؟ امر سكيل. هو بينبهك ان انت عندك الامر ده اساين لحاجه ثانيه. تمام. ممكن تعملي ايه؟ كنترول شيفت
دي نوت اساين. هتيجي تقول له هنا اساين هينزل يا رب. فانت كده بتروحي تعملي ايه؟ شورت كات. دي حاجه. طبعا انا شورت كات اللي انا عملته ممكن يا سهى بمنتهى السهوله. دي حاجه. تمام. في بعض الناس يا سهى تانية تقول ايه؟ هو ما فيش كوماند لاين زي الكاد. لا هم حاولوا يعملوا حاجه زي كده بس ما نفعتش. يعني يعني انا ممكن اجي هنا ادوس حرف الاكس بس. اكس بس. مطرح الماوس ما هي موجوده بيظهر تكست بوكس يا سهى. طب هو ايه الافاده يعني مش فاهم. انت عايزه مثلا امر ايه؟ اجيب بوكس. بكتب له بوكس. كل اللي هو بيعمله بيجيب لك البوكس تختاريه بردك بالماوس يجي لك الاوردر بتاعه. يعني اقصد ان الكوماند لاين اللي كنت بكتب فيه الاوردر كنت بكتب فيه المقاسات ما هوش موجود. خدت بالك؟ هو ممكن انا اسأت ان انا اوصل المعلومه اللي انا محتاجاها منك. لا انا عاوز اعرف وانت بتشرح لي خلاص انت شرحت لي الاوردر ده مثلا بتاع اللاتس او وات ايفر اي واحد اي حاجه ان انت تقول لنا بعد ما خلاص احنا خلصناه يا جماعه هو دوت ممكن بنستعمله في 1 2 3 يعني بالظبط. ما هو ده اللي انا عملته معاهم في امر اللاتس زي ما انا قلت لهم الدوم بتاع مزج المتصخره يعني البند خدته اول مرتين او ثلاثه معلش دي ثالث مره. انا بالنسبه لي هو 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 امر غريب يعني انا مش عارفه انا ممكن استعمله في ايه از انتريور. عالم عالم مش اموري عالم ده اللي قصدي عليه انه محتاجه انك انت بس عشان الناس اللي مش بيبقى عندها وقت والله تقعد ليكوا عندي زتونه حالا تعب بس سهل علينا الامور شويه خليني اشتغل بس. لا لا ليكوا بعد ما يجربوا هو امر بند ليكوا عندي زتونه حلو بس ما يدعوش عليا بس اهم حاجه. بص هي القصه يا جماعه مش قصه الاشكال دي. القصة كلها ان انت ازاي تفكر انت تحل. يعني بص كده معايا دي بص معايا دي دلوقتي انت عندك الشكل ده اهم حاجة ان انت ترسم الشكل ده بمقاسات. مش فاهم يعني انت تكون عارف مقاسات عشان تقدر تحط القيمة بتاع البند على اساس المقاس ده. يعني هاجي اقول له هنا 10 في 10 وارتفاع هنا يا محمود 100 ماشي اهو خلاص عملت العمود واجي ازود له سيجمنت في الهايت سيجمنت فين هي ايه المطلوب؟ انا هاجي هنا من موديفاي مش شايفني بلاش تكتك حاجه هنا من موديفاي واقول له هنا بند هدي له هنا بند كام يا شريف؟ هدي له 180 درجه. هيطبق لك يا شريف البند كله على مين؟ على العمود كله. لا والله انا عايزه من 0 ل 50 خلاص. اول شكل ده سهل مش مشكله صح؟ اه حد يرد عليا يا جماعه؟ مفيش مشكله لا مفيش مشكله. طب الراجل ده اداني ايه المره اللي فاتت؟ هو الراجل ده اداني هنا روتيت واداني كمان شيفت مع روتيت صح؟ صح ولا ايه؟ بالظبط. بس عملنا كوبي. يعني هو ادانا الكلام ده فاحنا كده كده احنا خدناه المره اللي فاتت. ده طريقه من طرق التفكير. هل في حاجه ثانيه اسهل؟ حاجه جديده النهارده بقى. حد شايف من فوق امر ميرور؟ باجي اقول له لو سمحت انا عايز ميرور بس فاكرين كوبي انستنس وريفرنس؟ كوبي ومجرد انت تغير المحور هيديك الاشكال المختلفه دي. شايف ولا البيفوت ولا اي حاجه خالص اسهل دي كده دي كده اسهل واحده كده عملت اخر واحده دي كده بالظبط وصلت تمام معلش جربوه قبل ما نكمل قبل ما نكمل هو مش مستاهل بس معلش جربوه بصوابعكم يا شريف اللي يخلص اي حاجه يا جماعه لازم يبعتها لي على الواتساب لان انا براجعها. طب دي حاجه. الحاجه الثانيه انت عندك امر تويست ده امر بيعصر الاوبجكت. يعني ايه بيعصره؟ انا عندي بردك هو نفس البوكس طوله 10 في 10 في ارتفاع 100 ماشي واهم حاجه اكون مزود السيجمنتس عشان يبقى سموث وناعم وقابل ان هو ومرن ان هو يسمح لي ان انا اعدل فيه. حاجه هنا من موديفاي وادوس على تي دبليو بتعمل ايه؟ تي دبليو ده امر اسمه تويست. تويست ده بيعمل ايه؟ بيعصر. يعني ايه بيقصد؟ شغل الفور فور جي وشغل اللي هو الحديد والبوابات اللي هي الحديد وشغل اللعب فيها. طب تمام هو كده عصر اوكي. يعني انت لما جيت زودت الانجل فهو عصر الاوبجكت بتاعك. الكلام ده سماحيته ان انت رحت زودت السيجمنت في الهايت سيجمنت. طب تمام. تحتيها هتلاقي عندك هنا الفيس. الفيس دي اللي هي عباره عن دي اللي هي عباره عن الايفكت متركز فين ونزل على ما فيش. مش فاهم. يعني انا هنا اهو مدي انجل قد كذا. لو انا جيت هنا البيس وزودت القيمه هتلاقي العصر ده اتركز فوق ونازل على ما فيش نازل على اخف. مش عارف حد شايفه ولا لا. تمام تمام وبالبلس اي
شايفه ممكن بالماينس اي اللي احتجتيه في شكل في شغل التعديل. طب تمام، انت عايز تروح تعمل هنا هو تويست في الاكس ولا الواي ولا الزد؟ الزد طبعا عشان ده الارتفاع. طب هنا بقى يا شريف في انهي حته يا محمود؟ هنا بقى بيرضى. لو حضرتك جيت قلت له ابتدي العصر من السنتي 20 في اللور ليميت والابر ليميت عند السنتي 80، يعني انت هنا اهو حددت له ان الافكت هيتم في ال 60 سنتي اللي في النص اللي هي لور ليميت بدايه الافكت والابر ليميت اللي هي نهايه الافكت، واقول له هنا ليميت افكت وازود الاكسس ايه الانجل بتاعتي زي ما انا عايز. حد معايا ولا فين؟ مع حضرتك طبعا. خلي بالك ان اللي انت عملته ده انت ممكن تروح تعمله بند، يعني انت مش شرط تعمل تويست بس، ممكن اروح اعمل بند كده. العب بقى في شغل الحديد والتشكيله اللي انت عايزها، يعني اروح اخليه هنا مثلا يروح يتعمل لي بند 180 درجه قوي. ممكن اجي زي ما كنت بكلم حد من زمايلنا من شويه واجي اقول له هنا شيفت وايه واسحب عشان اديله عدد شكل، حاجه اقول له والله انا عايز 11 غير الاصل اهي. انت وتشكيل الايه او الفكره توظف الماكس وتوظف الاول بتاعته، انت اهم حاجه فكرتك تصنعها ازاي. حد معايا ولا فين؟ تمام. لا طب معلش هو كده، طب انا عايز العب بقى يمكن اعرف اخترع شكل جديد. انت ممكن تمسك الشكل نفسه هو هو بعد ما خلصت كل الكلام ده تيجي تديله بند تاني. يا سلام، هو انا ينفع امسك الجروب كله كده واديله بند؟ اه طبعا. بص كده، وممكن يطلع لك شكل انت ما انتش متوقعه، ممكن ينفع وممكن ما ينفعش. خلي بالك. حد معايا لفين؟ محروسه وصلت. تمام يلا اعمل له امر تويست كده ولا اخر امر اللي احنا اتكلمنا فيهم واحنا بنجرب اللي هو موضوع السيجمنت كان امر اسمه تيبر. طيب انا هروح اجرب الكلام ده على عباره عن بوكس او تحديدا هروح اجربه على كيوب 10 في 10 في 10. طيب حاجه اعمل الكلام ده بقى ازاي؟ بعد ما انا رحت عملت الكيوب وزودت له هنا السيجمنت في الارتفاع بس، حاجه هنا من موديفاي وادوس حرف التي جاب لي امر تيبر. تيبر ده بيعمل ايه يا شريف؟ اول حاجه الاماونت بيروح بزوده او بقلله بيزود وينقص مساحه السطح اللي فوق. اشمعنى يعني؟ لان اللي تحت بمنتهى البساطه البيفوت موجود فيه، فهو بيثبت مكان البيفوت ويغير التاني. طب الكيرف، الكيرف دي اللي هي عباره عن الخط الواصل ما بين سطحين، بروح اخليه كيرف كده سواء بردك بالبلس او بالماينس. طب انت الكلام ده هتعمله في انهي اكس؟ اكيد في الزد. يعني انت من هنا بتحتاج او بتغير الاكس اللي انت عايز تنافس فيه الايفكت. وفي انهي مساحه؟ هو انت عندك ارتفاع البوكس كانت قد ايه؟ كانت 10 سم. اه والله انا حابب ان الايفكت يبتدي من عند السنتي 2 يا ريم وينتهي عند السنتي 8. يعني انت يا ريم حددت له ان ال 6 سم اللي في النص هو اللي هيتنفذ عليهم الايفكت. هتشايفها؟ فهمت تمام. يعني انت بتقيسي من تحت 2 وبرضك بتقيسي من تحت 8، يبقى المساحه 6 سم في النص هي اللي هتطبق عليها الايفكت. هتشايف حاجة؟ وصلت؟ طب أنا عندي سؤال، لو إحنا حبينا نغير في الأماونت من تحت ساعتها هنغير بقى البيفوت؟ البيفوت أه لازم تغير البيفوت من فوق. أوكي جربوا لي دي وارجعوا. بص كده أصل الشكل نفسه هو عبارة عن كون. أه عملنا له بنت عادي جدا أهو كون ماشي. بعد الكون هزود له سيجمنتس عشان ما أرجعش تاني. ثم هاجي هنا اهو كده من امر من عندي من موديفاي واجي اقول له اعمل لي بند لو سمحت اهو، واجي اروح جاي تاني الاوبجكت بتاعي. طب ثم حاجه اقول له هنا اعمل لي ميرور كوبي. في تيبر؟ نعم قول يا فندم سامعك. لا لا اتفضل. هو كان في حد بيسال على امر تيبر؟ انا كنت بسال في حته الميرور دي بس. لا كان في باشمهندسه قالت لي على التيبر. طيب تاني يعني. انا عندي هنا ده كون اهو شايفه؟ انا فاير ريسيت كون طيب بعد ما انا جيت خلصته اهو حاجه هنا من موديفاي طبعا انا كده كده هزود له سيجمنت اهي حاجه من موديفاي واقول له هنا بند واجي اديله هنا زود البند اهي ثم اجي هنا في امر ميرور اهو واجي اقول له كوبي واغير المحور. هتمسك الاثنين يا محمود وتدي لهم ميرور تاني اهو واغير المحور
هتمسك الاربعه دلوقتي وهاجي هنا اعمل لهم روتيت بانجل انت اللي محددها. وخلي بالك اختلاف الانجل بيديك شكل مختلف. يعني انا هاجي اقول له مثلا والله انا عايز زاويه 20. ليه يا ريم 20؟ عشان انا محتاج 18 نسخه. ايه الارقام اللي انت بتقولها دي؟ الدايره 360 درجه. انا عايز 18، يبقى تقسيم 360 على 18 يديك زاويه 20. واجي اقول له انا عايز هنا 17 غير الاصل. وصلت؟ تمام اوكي. بردك هي في حد ذاتها مش قصه. القصه اللي هو السيكونس او ترتيب الحل، استخدام الاوامر التافهه بتاعت الماكس في ان انت تروح تنفذ حاجه انت محتاجها في شغلك. سواء كان شغل واجهه، سواء كان شغل اي شغل انت اي مكان عندك. اتفقنا؟ طيب اخصم درجه دي ولا تاخده زيتونه بدلها؟ لا الخمس درجات بتاعتي موجوده. اه طبعا انا شريف وياسمين وفي اثنين تاني لسه هاخد اسماء، واللي انا اديتهم في حد درجتين كمان. هاخد الاسماء دلوقتي. مين؟ براحتكم. عمل مين؟ جهاد. بص بقى، يعني احنا مش هنخصم درجه لكن هناخد زيتونه ثانيه صح؟ ايوه. طيب انا معايا هنا ده كيوب عادي، يعني مش قصه، يعني عايز اقلب الكيوب ده كوره، ينفع؟ يلا معاكم دقيقه واحده 60 ثانيه. ها تيبل براحتك، معاك دقيقه واحده تشقلب فيه. بص يا جماعه دي احسن. طيب الهدف من ان انا اروح اعمل البوكس او الهدف ان انا اروح اعمل البوكس ده او الكيوب ده عباره عن كوره، مش مجرد ان انا احوله كوره يعني. بس انا هقول لك الفكره الاول والوظيفه، وبعد كده تعالى ايه نطبقها بقى في شغلك. لو انت عندك البوكس ده احنا اتفقنا عشان يبقى مرن معاك، فانت هتيجي كده من موديفاي، واهم حاجه اروح ازود له هنا سيجمنت. خلاص لحد كده في مشكله؟ لا تمام. حاجه هنا من موديفاي واقول له هنا بند زي ما عمل شريف، واجي اديله هنا 360 درجه. ايه ده؟ ده ما طلعش كوره. ما انت استنى، تعالى هنا اهو كده اديله بند كمان مره. وبرضك اديله 360 درجه. بس تعالى غير المحور. كوره ولا مش كوره؟ كوره. تمام. في حاجه اسهل؟ اه. دي بقى اللي هي دي حاجه جديده. ده اوبجكت وانت مزوده هنا سيجمنت. لو انت جيت يا شريف هنا من موديفاي وطلبت له هنا امر اسمه ايه؟ فيريفاي. قلبها ايه؟ كور. تمام. بس ايه هو بقى الهدف منه او اللعب ده بقى شغلنا احنا اللي هو ايه؟ هقول لك حالا بقى. ما بين في السلالم اللي هي بتاعت ما بين الادوار بتاعت فيلا مثلا في المطلع، بتلاقي في عندك عمود يمين وشمال وفي كور من فوق، سواء كانت صبه نحاس سواء كانت خشب اي مكان. مش عارف حد عارفها اه ولا لا؟ مش عارف. لا في مطلع السلالم في فيلا ماشي، يعني في عمود قايم يمين وشمال اللي انت بتسند عليه ايدك بيبقى فيه كوره من فوق. تمام. حاجه مثلا مش الكوبيستا، انا بتكلم على الشكل اللي هو بيكون شكل دائري. يعني هقول لك لو انا جيت كده عملت هنا بوكس، والبوكس ده هعمله هنا 10 في 10 طبعا بالمقاسات عشان انت تكون عارف امتى تزود وامتى تنقص فين. طب تمام. وهاجي هنا اهو هروح مزود له سيجمنتس، ودي اهم حاجه. انت زودت له سيجمنتس ليه؟ عشان انت تيجي هنا جوه الاوبجكت نفسه، واجي هنا من موديفاي واجيب له امر اسمه اديت مش. يعني ايه اديت مش؟ يعني انت بتاديت على المش، بتاديت على الكتله من خلال اللي هي الفيرتكس بتاعتها او الادج او الفيس او البوليجون زي ما هنخدنا في موضوع السيجمنت. باجي امسك هنا كده يا محمود مجموعه فيرتكس، وانا ماسكهم حاجه اطلب من هنا امر اسمه ايه؟ لفوق. عمل ايه؟ قلب لفوق. هتشايفها؟ اه. طب مجموعه البنات شايفاها طيب؟ اه. ممكن تاني اخر جزء اللي احنا اخترنا فيه الحاجه اللي احنا هنعمل عليها ايديت؟ لا ما يهمكيش من الاول خالص. ماشي. ده اوبجكت. ممكن نعمل ابراج الكويت كده يعني. نعم فندم. ممكن نعمل ابراج الكويت بالسيكونس ده. اه نفس القصه ولا اي حاجه. ده الموضوع سهل وتافه جدا يعني.
انا هاجي هنا كده واقول له لو سمحت هات لي امر اسمه edit mesh، وهاجي من جوه edit mesh همسك الفيرتكس دي بتاعت الاوبجكت، ثم وانا ماسكها حاجه اقول له هنا اهو spherify. ايه هو بيعمل ايه spherify؟ spherify ده بيحول لي عدد فيرتكس انت ماسكها الى كون. بس في سؤال في منتهى الاهميه لازم حد يسالوني هنا، اللي هو ايه؟ لو عايزين نرجعها نعمل ايه مثلا؟ لا لو عايزين نرجعها هلغي الامر كده. وفي عندك بديل كمان لامر edit mesh، انا مش عايز edit على المش ده، انا ممكن اروح اجيب امر اسمه mesh select لمجرد انه يعمل select فقط، يعني mesh select لمجرد انه يعمل select، انا مش محتاج اكتر من كده. edit mesh للتعديل على الكود لو انا مش عايز اعدل دلوقتي، انا هاجي اقول له هنا spherify. هي يعني. امر في منتهى الاهميه. ايه هو؟ في حاجه في منتهى الاهميه. ايه هي؟ ان كميه الـ الـ الارقام عدد السيجمنتس اللي بختارها بتحدد حجم الكوره؟ لا عدد مش عدد الفيرتس اللي انت بتمسكها اللي بتحدد الريديوس بتاعها طبعا. لا انا بقول لك على سؤال تاني، انت دلوقتي بعد ما انت عملت الكتله دي انت محتاج تفصل دي عن دي عشان تدي دي ماتيريال ودي ماتيريال، صح؟ طب يبقى انا كده مضطر ان انا اروح اجيب ايديت مش تاني، ما استخدمش الاولانيه، وامسك الفيرتكس بتاعتها واجي ابص هنا هتلاقي في عندك جوه ايديت جيومتري هتلاقي في عندك هنا امر اسمه ايه؟ ديتاتش. كده كانه بيفصل اللي انا ماسكهم عن اصل الكتله. كده انا اقدر ادي لي دي ماتيريال واقدر ادي اللي تحتيها ماتيريال. انت معايا ولا فين؟ ممكن نعمل اخر حته حضرتك دوس على ديتاتش بعد كده عملت سيلكت فوق بالظبط. يعني تاني هاجي الاوبجكت واجي هنا موديفاي وهمسك فيرتكس وهاجي اقول له هنا لو سمحت روح اعمل لي هنا سفيريفاي. اهي بعد ما انا عملت سفيريفاي عايز افصلها حاجه هنا اديت مش، ما برجعش لورا، انا بطلب امر جديد فيرتكس واجي اقول له هنا لو سمحت روح اعمل لي اللي انت ماسكهم دول تروح اعمل لهم ديتاتش. وصلت؟ وصلت؟ تمام. طب انا عندي سؤال سريع، هو مثلا لو بالغلط عملت right click او اي حاجه وفصلت بعد كده جيت عشان افصلها افصل السيركل من العمود نفسه ساعتها هيرضى ولا لا؟ هيرضى. تخرجي تدخلي تفصلي ترجعي، يعني I mean اللي انا اصلا ما فصلتوش، يعني انا طلعت بره خالص بعد كده نسيت وعايزه ارجع تاني افصله. طبعا براحتك. طبعا في اي مكان الوقت. طب تمام، حد يعرف يعملها؟ نجرب ولا تحبوا اعملها لكم تاني؟ لا نجرب لو اتزنقنا. اوكي بصوا، من ضمن الحاجات المهمه اللي هي لو انا حبيت افرغ كتله من كتله، عايز افرغ قيمه مكان باب او قيمه مكان شباك، هو الامر سهل بس خد بالك ترتيبه خطواته هي المهمه، لان انت الخطا في ترتيبه الخطوه ممكن تفقدك الكتله كلها، ممكن تخليها تضرب، ممكن تخليها عباره عن سيرفس لونه اسود، فانت خد بالك من السيكونس. هو الامر سهل نفسه يعني. بص معايا كده كذا مره وهنعيدها وهنزيدها وهنقولها كذا مره يعني. فرضا ان انا مثلا معايا كتله زي دي كده، هو عباره عن بوكس الاول وعندي هنا سلندر اهو، وهاجي اخد منه كذا نسخه. طيب مين الطارح ومين المطروح منه؟ الطارح اللي هو عباره عن الاوبجكتس اللي فوق اللي هي السلندرز، المطروح منه هو عباره عن كتله اللي على الارض. فانا الاول اول خطوه همسك الكتله اللي موجوده اللي انا هطرح منها. حد فاكر ستاندرد؟ تحتيها ستاندرد، تحتيها كومباوند. هتلاقي في عندك من ضمن الاوامر الموجوده في الكورنر اليمين بروبوليان. بروبوليان ده اللي هو بيروح يعمل عمليه جمع او طرح او انترسكشن كتله من كتله. تعالى بس واحده واحده، هدوس على البروبوليان اللي هي دي، ثم هدوس عندي على ستارت بيكنج اللي هي دي. خلي بالك انت في عندك كوبي ونسنس وريفرنس لو حد فاكرهم، هي وانت عندك دلوقتي هنبتدي بسبتراكشن. فانا مجرد ان انا هاجي اقول له هنا ستارت بيكنج اهي، وهاجي هضغط على بقيه الكتل الثانيه سواء كانت كتله او 10 كده. دي كده فيها مشكله؟ لا تمام. بس خد بالك انت عندك المشكله ان انت لو حبيت تروح تعدل في مقاسات اصل الاوبجكت هتدخل على موديفاي مش هتلاقي حاجه. يعني معنى كده ان الامر بتاع بروبوليان بيروح يفقد الكتله الخصائص بتاعتها. وصلت؟ تاني انا هعمل هنا ريسيت وهاجي اقول له هنا اهو ادي هنا عباره عن بوكس اهو،
وهاجي اجيب هنا كتله اهي، هي بنفس خطواتها اللي انا هعيدها كذا مره تاكيدا معاكم يعني. وهاجي اروح جاي هنا محمود راح جاي مكررها. طيب ايه هي الخطوات؟ طب لو حد فاكر، طب يقول لو حد فاكر منكم. تخش على كومباوند ستاندرد الاول اللي مطروح منه، ليه كومباوند همسك المطروح منه ثم اضغط على مين؟ بروبوليان. ثم ادخل. طبعا انت كده كده بتكون عامل تشيك على مين انت عايز اتراكشن، فهاجي اقول له هنا ستارت بيكنج اهي، وهضغط على بقيه الكود. وصلت؟ تمام. تعال بقى نجربها في شغلنا احنا. ايوه اللي هو ايه؟ لو انا مثلا فرضا حبيت اروح افرغ قيمه مكان باب او شباك، واحده واحده وهنعيدها سوا كذا مره برضه. خلي بالكوا عشان دي مهمه. انا حاجه هنا اهو كده اهي، واروح جاي عامل هنا مثلا فرضا ده جنب. سواء كان بلان واخد اوفست وانا رفعته، سواء انا شغال على الماكس ايا ما كان. وهاجي هنا اهو اروح جاي عامل قيمه الشباك. بص انا رايح ارسم في الفرنت اهو. معلش قبل ما ارسم انا هروح اغير اللون ده عشان تبقى انتوا شايفينها في الطب. انا هاجي هنا ادي بوكس، وهاجي في الجزئيه دي وهفرغ قيمه مكان الشباك. حد باصص في الطب؟ تمام. هو كده كده بيرسم على 0 0 0. ولما اجي ارفع صباعي واتحرك بالماوس اقطع في الكتله. ما خليهاش الايدج على الايدج، لازم يكون في تقاطع ما بينهم. طيب لو حد شاطر منكم يقول لي كده الخطوات. ادوس على الكتله بتاعتي، بعد كده اجيب الكومباوند، بعد كده ادوس على البروبوليون، بعد كده اشوف لو هو عامل سبتراكشن، بعد كده اعمل بيك للاوبجكت بتاعي اللي هو الريكتانجل. اه بس انا عندي مشكله يا شريف، افرض انت عايز تعمل دلوقتي اللي هو فريم الشباك، هتعمله ازاي؟ دي مشكله دي. ممكن قبل ما افرق يعني، قبل ما اعمل قبل ما اختار ال فرض ان انت اخترت، انا عارف انت هتقول ايه، بس فرض ان انت اخترت، مش انت كده يا شريف هتروح تختار سناب وتروح تجيب اوبجكت وتروح ترسمه؟ اه طب ممكن اعمل كلون للحاجه دي في مكانها. بس كلون ازاي بقى؟ زي ما كان شريف هيقول، ما هو شريف لقطها. طب هو هيعمل ايه قبل ما يروح يفرغ الكتله اللي هي دي؟ خدت بالك؟ هو ماسك الاصل وهيجيب بروبوليون وهيجي يقول له هنا اهو كوبي ستارت، وروح دايس وان كليك. ايه الافاده يعني؟ انا مش فاهم. الافاده ان هو راح طرح الكتله دي من دي وساب له نسخه من ده، يبقى هو وفر على نفسه ان هو يروح يجيب السناب ويرسم كتله ثانيه. حد معايا يا جماعه ولا فين؟ معلش هدوس من الاول كده بس. بص من الاول خالص، ده بوكس وده الشباك. همسك اصل الكتله واجي هنا بروبوليون وهاجي اخد كوبي واقول ستارت بيكنج وادوس وان كليك على الشباك. يبقى هو وهدوس رايت كليك عشان اخرج من الامر. خلاص هو كده طرح قيمه مكان الشباك وساب لك نسخه للشباك. طيب حاجه اعمل ايه في الشباك؟ الثيكنس بتاعه ده اخليه هنا زيرو، واجي هنا من موديفاي اروح جايب له امر اسمه ايه ابتدينا بيه النهارده؟ لاتس. اسيب لي العظم، هشيل الجوينت، هاجي العب في ده بقى. هتلعب فيه ازاي؟ ممكن اروح اغير الريديوس بتاعه، ماشي اهو. ممكن اروح اغير السايدز شكله، اي ماشي، بس ده كان فيه عظم في النص، وايه يعني؟ خش على البوكس وتعالى زود له هنا سيجمنتس. الشباك ده ولا مش شباك؟ اه شباك. اه طب فين الازاز؟ عامله ازاي؟ كولون رايت كليك للبوكس لون كوبي ماكس كت يعني يا شريف؟ نعم سكت يعني. بابايا كلمني على التليفون فكنت مضطر ارد بس. اوكي طيب، فانا هنا جيت رايت كليك قلت له هنا كلون، ثم هاجي الغي من هنا بس، واجي هنا كده اغير درجه اللون، لان احنا لما نيجي ندي ماتيريال فده طبعا هياخد ماتيريال ازاز. وصلت؟ تمام. طب مجموعه البنات كلهم حتى الناس ساكته. تمام. طيب انا هعملها تاني اهي. انا هاجي هنا اهو كده هعمل جنب عشان اسيبكم تجربوه، وكده كده انا بسجلها عشان لو حبيت ترجعوا لها تاني. فانا هروح اعمل هنا ادي شباك اهو، ثم هاجي اخد بامر مو هاخد منه كذا نسخه. تمام في واحد زياده ماشي. الشباك ده هوصله من وسط الحيطه. ايه الخطوات؟ همسك اصل الكتله، ثم هاجي هنا كومباوند، ثم هاجي هنا بروبوليان اهو، ثم هاجي اقول له ستارت بيكنج اهي، وبعد كده محمود
ابو حنف معاك. مش المفروض اعمل كوبي الاول؟ لا ما انت عملت كذا نسخه، يعني انت ممكن كل دول كده اهو، والاخير ده هو اللي تعمله كوبي. ليه؟ عشان اجي امسك ده يا شريف واجي اقول له هنا لو سمحت روح اعمل لي هنا اهو، خلي التخانه بتاعته قبل ما تعمل لاتس عشان ما يبقاش حمز القفص، هتخلي التخانه زيرو ثم تروح تعمل لاتس. اهي شكرا، واشيل الجوينتس وامشي نفس المشوار. أي. واروح اعدل في سايدز وبعد كده اروح هنا اهو ارجع للبوكس وجاي مزود هنا السيجمنتس. اهي ثم رايت ليك ثم اجي اقول له هنا كلون ثم اقول له كوبي ثم الغي ام لاتس. استنى بس، طب وانت هتروح تكبير الباقي ازاي؟ خلاص ما احنا خدنا المره اللي فاتت شيفت، ايه المشكله يعني؟ يعني انا هاجي هنا كده بس قبل ما تعمل شيفت امسك الاثنين، خلي دي كده ويندو وامسك الاثنين واعملهم هنا جروب عشان ما يتفرقوش مني. ثم ما فيش مانع ان انا اكبر هنا، اكبر الفرونت كده اهي، واجي هنا اهو على الشباك ادوس على لوك. ليه لوك؟ عشان ما امسكش حاجه ثانيه انا ما اقصدش عليها. ثم اجي بالسناب واروح جاي واخد من هنا ميد بوينت واجي اقول له هنا شيفت وامسك الضلع الشباك من هنا كده اهو، مش عارف حد شايف اه ولا لا. اه وانقله الناحيه الثانيه، حد شايف؟ ثاني حاجه هنا همسك الكتله وهاجي ادوس هنا على اللوك هدوس شيفت وامسك الكتله بتاعتي يعني. طب ثم اقول له عدد النسخ. سؤال يا دكتور معلش، هو ليه ما بنبقى when we select السناب ما بتمشيش ستريت لاين حتى لما اجي احب اعمل موف لحاجه؟ لا هي بتمشي ستريت لاين على حسب الحركه بتاعت ايديك، انت بتمسكي منين لفين. اوكي، يعني اصلا يعني بقفل السناب مثلا وجيت حبيت اعمل موف او كوبي الحاجه بيمشي، يعني بيمشي ستريت لاين حتى لو حركت او هزيت ايدي. اوكي، ما انت ممكن تيجي بالسناب وانت ماسكه الاوبجكت تيجي تحددي له الاكس اللي انت هتشتغلي عليه، خدت بالك؟ سواء من هنا او سواء ممكن اجي هنا رايت كليك واطلع اللي هي الاكسس بتاعتي، فين هي الاكسس كونسترينتس اهي، واجي اقول والله انا هشتغل في الواي بس او هشتغل في الزد بس او هشتغل في الاكس واي بس، يعني ممكن احدد له المكان كمان انا هشتغل. خلاص اوكي تمام. دي كده وصلت؟ اه تمام. طيب حد يحب اعملها له تاني ولا تجربوها انتوا؟ نجربها. جرب لو في حاجه عايده تانيه انتوا بعض. طيب هو اصل التاسك اهي هو عباره عن سفير، لما بتيجي تعمل لها بلاي بتلاقي ان الكوره دي بتتفتح وهي كمان مفرغه وفيها كمان زي تيوب كده محفوره عندك في اخر الكوره. اهم من ان انا احلها افكر ان انا احلها ازاي. طب انا هبتديها ازاي؟ تعالى بقى نمشي ستيب باي ستيب، حتى اللي بيتكتك دلوقتي بالماوس يبص معايا. دلوقتي انا معايا سفير اهي وباي ريديوس انت عايزه، مش دي مش هتفرق معانا في حاجه. 25 اهو وقول هنا ده اوبجكت. طب تمام، هو الاوبجكت ده مفرغ ومتقسم اربع ارباع. احنا خدنا التقسيمه يا محمود اللي انت سالت عليها من شويه، في وظيفه عندي اسمها سلايس اللي احنا تمام. عملنا اللي احنا عملنا بيها الباك مان. صح. خليها هنا 270 تمام. كده انا معايا ربع. بس الربع ده يا محمود انت تفكر مع نفسك بصوت عالي، الربع ده يا محمود بيتفتح وبيتفتح عندي من تحت. هو انت تقصد ان انت تروح تنقل البيفوت؟ اه. السفير والجوي سفير بالذات هتلاقي في عندك هنا وظيفه اسمها ايه؟ بيست ده بيعمل ايه؟ اوتوماتيك بينقل لك البيفوت تحت. ماشي. طب هل يا محمود الربع ده مفرغ ولا سوليد؟ مفرغ. لا مفرغ. التاني اللي انت المفروض تعمل زيه. اصل الكوره اللي انت تعمل زيها مفرغه، فاحنا خدنا المره اللي فاتت سكيل وخدنا شيفت مع سكيل. لما هتيجي تعمل شيفت مع سكيل هيعمل لك نسخه اصغر، شايف؟ وملمومه لتحت. يبقى انت لو مسكت كبير وجيت هنا يا محمود، جيت خدت يا شريف هنا كومباوند بروبوليان ستارت وخدت الصغير، عمل ايه؟ خلالي الربع مفرغ. انت معايا ولا فين؟ تمام. طيب هو انا عايز اربع ارباع، احنا خدنا في البرجوله ايه؟ ان انا ممكن اجي اقول له روتيت والانجل سناب. هو 360 عندك على 90 على 4 فيها كام؟ 90. فهاجي اقول له هنا شيفت وروتيت مره واحده. واقول له لو سمحت انا محتاج ثلاثه غير الاصل. ماشي. شكرا. دي اول مرحله اللي هي مرحله ان انت بتكريت الموديل المفرغ. اللي هو كده كده باي ديفولت لما انت جيت عملتها اللي هو مفتوح من تحت. ماشي. هبتدي ان انا اروح اعمل روتيت ازاي؟ دي مرحلة تانية.
ان انت هتروح تيجي من هنا كده روتيت، هقفل طبعا السنابات وكل حاجه واجي ليدي كده وافتحها. هل دي كده مظبوطه عندك يا محمود ولا كده بالحب؟ كده بالحب بتلف حر زي ما قلنا. طب هعمل ايه بقى؟ هو انت المفروض عايز تفتح دي، هي دي زاويه كام؟ دي 90. فانت عايز المحور في نص ال 90 اللي هو كام؟ 45. امسك الاربعه وتعالى هنا بالانجل سناب واكتب هنا 45 واجي هنا اهو اسحبهم مره واحده فقط. يبقى ايه اللي انت عملته؟ انا خليت كل ربع الاكس في نص، شايفه؟ تمام. طيب حاجه عند التايم فريم 100 اوتو كي سجل، هاجي هفتح الربع ده 45. اخوه نفس القصه، اخوه نفس القصه، همسك الاربع تربع واروح اعملهم روتين واطفي الاوتو كي واروح اعملها بلاي كده. سهله؟ سهله. Yeah.